كل الناس طبعا كلمات فضيلة الشيخ الدكتور عمرو الورداني حفظه الله مصر، وألحان الوشاح الدمشقي مصطفى كريم، يعني ميكس بين شاعر مصري وملحن سوري، المزيج المطلوب. شهر الصيام فريضة من صام رمضان جوزي بالجنان مقاما. شهر الصيام فريضة من صام جنان مقاما. الصوم لي الله قال فصم له يا عبد واستغفر به وحس إني العزم مكسر.
الهم علي بيكتر واحس اني عزمي مكسر الهم علي بيكتر واحس اني عزمي مكسر اذكر حبك قلبي نور اذكر حبك جروح دنا حبك يا مدوى ورجائي مغموس بالدمعة تتفضل على قلبي بضمة ضمة ضمة كل حي دوم خدي في مقامك تسمح لي أكون خدامك وأمرك قلبي بمقامك وبنظرة أدخل في أمانك ولا عمري بالسر أبوك تسمح لي خدامك وأمرك
خدي بمقامك. اسمح لي أكون وأمر خدي بمقامك، وبنظرة أدخل في أمانك، ولا عمري بالسر ربنا يديكم الصحة ويبارك لكم. اللهم امين واياكم. احسنتم احسنتم احسنتم. بس الاغنية دي فيها يعني دي ثلاث اربع اغاني في اغنية واحدة. في اكتر من لحن طالع نازل اختلاف. خدت وقت قد ايه علشان توصلوا لهذه الاجادة؟ وهل هو ده اللحن الاصلي ولا ده اضافتكم؟ اللحن ده خد معانا تقريبا ثلاث اشهر. قليل. ثلاث يعني أشهر حتى اخترنا الجمل الموسيقية. ولو تابعني الآن الأستاذ الكبير مصطفى كريم حيشعر بالفعلا أنا تعبته كتير. يعني لأنه الكلام لو لاحظت هو زي السيناريو. يعني أول أربع أشهر هم عم يحكوا بشيء معين، واللي بعده بشيء آخر، فأنت لازم تصور هذا الكلام باللحن. لذلك قالوا عند والانتقال من 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 اللحن ده للحن، يعني الانتقال من الجزء ده للجزء ده، من الجمله دي للجمله دي. لذلك قالوا نعمل انغام شديد العزوبه في نعمل انغام عندما تكون معبره للافهام. نعمل انغام عندما تكون معبرة